أهلا بكم. عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ندوة حوارية بعنوان دور الجامعات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بمشاركة عمداء شؤون الطلبة ورؤساء اتحادات الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات تهدف إلى توعية النخب وتوظيفهم كمنابر لنقل رسائل الهيئة التوعوية تنفيذا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025. وتهدف هذه الندوة إلى نقل رسالة النزاهة بمعاييرها وقيمها الأخلاقية والمؤسسية كافة إلى جيل الجامعات الحالي الذي يمثل جيل القيادات الأردنية المستقبلية. وتضمنت الندوة الحديث عن دور الجامعات في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من منظور الهيئة والجامعات وكيفية مكافحة الفساد والوقاية منه. الهدف من هذا المشروع أن نبني شراكات مع هذه الشرائح، أولا لأغراض توعيتها، اثنين لأغراض إشراكها في أعمال الهيئة في تكريس معايير النزاهة لدى الشرائح المختلفة التي يتولوا إدارتها.